دكتور، انت بتقول ان الديكتاتوريه في الحكم لها فوائد. ايوه. والديمقراطيه في الحكم لها مضار. مظبوط. ايه الكلام ده؟ ال 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 البلاد اللي عملت تنميات يعني شديده الانجاز احيانا بتبقى كانت ديكتاتوريه. يوم مهاتير محمد كان ديمقراطي؟ ما كانش ديمقراطي. هي الصين فيها ديمقراطيه؟ فيها ديمقراطيه داخل الحزب الحاكم. لكن ما هيش ديمقراطيه عامه. مشكله هو الرئيس مبارك ما كانش يقدر يمنع العشوائيات. كان يقدر. الحكم الديكتاتوري ساعات يعمل شورت كات، يعمل اصلاح بطريق مختصر لانه مش واخد في اعتباره الناس هتشتكي تقول ايه. لكن في نفس الوقت مفيش حكم ديكتاتوري استمر من غير ما ينتهي بثورات وازمات واغتيالات وحاجات زي كده. انا في رايي السياسي انه يوجد مخطط، والمخطط شغال من ايام سايكس بيكو. نعم. من ايام التقسيم الجغرافي الى الدخول في التقسيم العرقي الى الخلافات الدينيه. وانا بعد ثوره 2011 اللي هي بدات بدايه في رايي كانت بدايه جميله جدا، والشباب اللي موجودين دول ما كانوا عايزين عزه وكرامه وما كانوش عايزين الاخوان عايزينه يعني. التقيت بواحده من المسؤولات المهمين في المملكه البريطانيه في انجلترا، كانت صديقتي. كانت رئيسه البرلمان. قلت لها هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ قالت لي يا دكتور التعبير if you caught me I will deny. يعني اذا قلت انا قلت هنكر. لكن ده احنا اتفاق متفقين عليه من سنه 2005 و2004 ان احنا نجيب الاسلام المعتدل يحكم. صحيح. وانتوا تتخانقوا مع بعض وتسيبونا بقى في حالنا. قلت لها طب وبقيه الشعب؟ هيتي ما تزعلش مني، خسائر جانبيه. انت بتقول لي كان في مخطط؟ طبعا كان في مخطط. هل المخطط موجود ومستمر في رأي السياسي؟ طبعا موجود، بدليل اللي بيحصل مع اسرائيل دلوقتي. والاتفاقات مع بين اسرائيل وبين بعض الدول العربيه. انت في النهايه عايز يدخلك انت واسرائيل في جبهه واحده ضد ايران. هو احنا بيننا وبين ايران ايه؟ مصر يعني. مفيش بيننا وبين ايران مشكله بصراحه يعني. احنا الرئيس قال اي حوار لابد ان يكون حوار سلمي. بالظبط. حتى السعوديه في حوار سلمي. لكن هو عايز يجبهك كمنطقه ضد بعضها. هو مين اللي عمل داعش؟ شكرا. عملت داعش. لكن هل ننكر ان ايران لها مخططات في المنطقه؟ طبعا طبعا. لها مخططات، بس ده يتحل بايه؟ بحوار. ما نبدلش العدو الحضاري المستدام وهو اسرائيل بايران.